بتوصل على صيدا بتشمها الريحه، ريحه الحلو. صيدا مشهوره بالحلو يعني، من اوائل الناس اللي عملوا حلو كانوا من صيدا عليه. واستمرت الناس بتقول يعني، الناس بتورط ناس وناس بتورط ناس. صحيح، لصارت يعني خلينا نقول عاصمه الجنوبيه وال يعني من اهم ميزاتها الحلو. صيدا اهم ميزات. محمد رح هيك مرقه سريعه بالاصناف الموجوده عندك، لانه اليوم نهار طويل. بس هذا حدث مثل البقلاوه، نوع من البقلاوه يعني. هو بيجي محشي جوز، هذا اجمالا بينعمل بشهر رمضان. بس احنا كل يوم بنعمله، بس هو اجمالا حلو رمضاني يعني. أوكي. بس احنا كل يوم بنعمله. هيدي الشعيبيه، هيدي اول شغله بلش فيها الوالد، الشعيبيه والكنافه واللي هي محبه كثير. هي يعني هذا من اهم، من يعني من اشياء مميزه عنه. الشعيبيه بنعملها حبه شوي صغيره، وهو اللي بلش فيها يعني، والحمد لله مشيت. هون النمورة في نوعين، في النمورة العادية التقليدية السادة، وفي هذه النمورة كمان هو عدل شوي فيها، صارت جوز هند يعني مخلوطة بين السادة وبين الجوز هند. هو الصفوف العادي. نحن شوي غيرنا شوي، عملنا صوص شوكولا كمان. وهو المعمول كمان، المعمول حلو تقليدي، فستق وجوز وطمر، وكمان في منه صغير حبة صغيرة فستق جوز طمر، والسنيورة السادة ومحشي في فستق. وهذه الشغلة الجديدة كمان عملناها، جوز هند عليها فستق. جوز هند هون في مد قشطة، مد جوز، مد فستق، يعني الأشياء الأساسية بالحلو العربي. الأشياء الأساسية واضح. هذه الأشياء البيسك بالحلو العربي. شو هي الأشهر شغلة بصيدا بمحل الحلو اللي تنسب لصيدا؟ الكنافة، الشعيبية، المعمول. معمول هول الاساسيه، والسنيوره هول الاساسيه. عظيم. مشاهدينا رح نفوت على المطبخ، بدنا نلحق الحوق اخر طبخه كنافه وكمان. بدي اعترف اعتراف انه نحن تاخرنا اليوم، مفترض كنا نكون على بكير مع محمد، تاخرنا لحقنا الحوق يعني. محمد اخر شيء، اخر صدر. اسم الله. شوفوا شوفوا المنظر، يعني المنظر هو لحاله بخبر عن حاله. ما بدا هلا خلص وصلنا على الاخر، هلا بده ينام وينقلب، بصير الجبنه من تحت والعجين من فوق. والعجينه من فوق. العجينة. شو اللي بيميز، خلينا نحكي الكنافه هلا بما انه فتنا لعندكم لجوا، شو بيميز ليه كنافه بصيدا غير شكل؟ اول شيء اكله تراثيه هون من صيدا. ونحن يعني بنستعمل مكونات، يعني هي المكونات، جبنه، سمنه، هي اللي بميزها اكيد المكونات يعني. المكونات عفوا. وكل في محلات كثير حلوه بصيدا، اكيد كل حدا عنده طريقته وعنده المكونات اللي بيستعملها. مكونات طبعا اكيد ما رح يخبرنا محمد عن المكونات، لانه يعني هيدي سر المصلحه مثل ما بيقولوا. شو صور جبنه جوا طار لك عظيم. لكن شو بتتالف الكنافه؟ خلينا نقول هيك نصيحه للستات يلي بيشتغلوا بالبيت، غير اكيد اللي بحبوا يجي يزوروكم عفوا. ماشي، هي بس الفرق يعني العجينة الكنافه والجبنه. الفرق شو الفرق؟ شيء السر بالفرق؟ السر بالطريقه يعني، نوعيه السمنه اللي بتستعملها، نوعيه الفرق الطحين اللي بتستعمله. ونوعيه الجبنه يعني اكيد. يعني كل ما يكون نوعيه منيحه معروفه اكيد، اي شغله بس تكون نوعيه منيحه بتطلع طيبه. مرقت فتره عن جد يعني انا مذكرها، صار في كثير هيك نقد انه فلان كنافته المحل فلاني كنافته كانت طيبه، بطلت طيبه. ليش؟ شو ما في شيء منه طيب، في شيء صار ازمه، صارت فجاه مرحله من مرحله لمرحله، صار في خربطه بالنوعيه البضاعه اللي عم تستورد. يعني في ناس وقفت استيراد، سكرت البنوك فجاه، علقت تحويلات بالبنوك، هذا اللي اثر بس بعدين كل شيء رجع طبيعي. يلا خلينا فرجيكم الصدق كيف بيطلع خالص. شوفوا هون، قلت لي محمد للساعة 12 بتضل تقريبا 12 تقريبا، هذا بس يكون خالص هيك. شوفوا اسم الله، شوفوا شو حلو. لو في خبركم عن الروايح، بس ريحة الكنافة بالمطبخ هون بكون الصغار طلبيات يعني، بكون حدا موصى عليهم هون طلبيات لبيوت يعني للبيت لهذا. عظيم. صار بدها ندوقها، خلينا نطلع لبرا ونرجع ندوق نحن وياك الكنافة. ها
هلا اجى وقت المشهد الجميل جدا وهو الكنافه يلي يعني كلنا بنبقى واقفين على صدر الكنافه عم نتطلع بمحمد او اشخاص مثله وهن عم سوا. محمد كيف بتقدروا الشقفه قد ايه؟ نحن لا ما بنقدر عبد ايوه شفتوا جبنتها؟ كيف؟ الله يا محمد صحة وغنى هاي تربية غير شكل كنافة في هذا المحل كتير محلات بصيدا بتجنن بصيدا هون ضروري 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 مرقنا على صيدا بدنا نجرب الكنافة على القليلة غير أنواع الحلويات الأخرى طبعا